جماعه والله السيل اللي جانا نفض بيت الشعر نفض اللي فوق اموره تمام لكن هو ضرب قام يضرب الرواق على المطر السيل على على على, على الجهه هذه ومن الجهه اللي ورا كذا جاي على على البيت سيل 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 ما هو اللي انت بي سيل قوي ودخل البيت اي والله الحمد لله سلمة الجهة هذه ولكن الجهة هذه ما الله صافينا صف السلام عليكم السلام مبروك عليكم هالامطار الله يبارك وياهم قوة حية الله الله يبديك يطول بعمرك يا هلا يا الله يحييك حنا كلنا رجال الدولة زاد فضلك بس أنا أقولهم اليوم السحابة صفقتنا معها مع الجهات هذه أيوة أعدمت هذه كلها أيوة اللي هي الجهات هذه أعدمتها عداء والله يا ولدي ما أعدمتها والله زينتها ها أي اللي أبد زينتها وهذا الجهة اللي شلنا سمعتها ها أي والله هند كلك هذا ما ها. ما يعدم هذا خير وبركة اللهم لك الحمد أي والله وراك رجال أنت هذا يوسف عيب علي ما علي عادي يلا ايوه ايش تقول بالامطار والله قول امطار تقول زينتها نقول ان شاء الله انها زينتها وتزين الحمد لله عسى ان شاء الله تعود علينا بخير امين يكفينا شر الصروف امين وان شاء الله طشة مبروكة امين وفالها ان شاء الله الخير وزود المطر امين وفالها ان شاء الله القيطة الفقع بكرة الله كريم الله كريم الله كريم بنقع على رؤوس التلع الله كريم والله شوف تبتنحب بس بحاجة واحدة اصبر نعيدك انت ما تصمع انت قطع هلو انقطع لا بزه وحق الغنم القطعة هلو والله بإذن الله واذا ما اكلمك شهرين اسمع ثلاث شهور اجيك كذا لا واذا ما في سكس باك ما في سكس باك خف علينا خف علينا والله جيدك يهدل هلو قص جدع مني جدع ها لا يروح الديت والله هذا اسمع انت راك بقولك شيء ان حفت الملح والقبله اللي بكتر بيروح خلي تروح ما نبيها خلاص استوى مستويه حز ترى انا صام لا انا حف طبيعي ان شاء الله ما عليه عزوز وين صحتي اهم من اكيد صحتك بس اسمع انا الاكل هو السعاده وين مقولاتك اللي قبل صحتك ها مو انا صامد بإذن الله شهرين ثلاث شهور أربع شهور بإذن الله والله شهرين ثلاث شهور اللي تدبل أربع وخمس بإذن الله أنا أقول بإذن الله طيب اسمع عندي لك رأي عندي لك رأي والرأي هذا زين وإن شاء الله بيوافق أبو محسن بإذن الله الرأي طال عمرك الحين احنا شبوه وقت الشتاء كثرة الكبسات وكثرة كلمة اسمع عن كثر كلمة العشاء الليل يبيلوا عشوين زين والفطور والبراري واللي طلع نجا الربيع خروف جاي خروف الرايح خروف جاي خلاص انا اتخذت قرارتي خلها بالصيف خلها بالصيف يا رجال اذكر الله اذكر الله فكر الليله اسم انا ما راعي نادي ولا راعي امور بس اقول اسم يا رجال والله جنوبك هذول والله لو تسمع عليه ما باذن الله نقول باذن الله اقول والله الله حاليك بهالسمنه وبهالشكل والله من الامراض اللي بتجي بعدين انا احف شوي والله ماني فايدتني هالسمنه عزوز وين ايش قلت لك انا؟ اسمع انا ايش قلت وين وانا استخوك انا استانس اذا اكلت هذا رجعان عندك لا رجعان ها تكون بالنيابه لا معليش بالنيابه راح ينحف خلص طيب اسمع انا راح اسمع نجا بما انهم بيرحبوني كفو بسم الله الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم ابشركم اليوم غير باقي الايام كلها امطرنا بفضل الله المطر الطيب والسيل الطيب اللي ملا هالدنيا تهالي كلها احنا مطرنا يمكن قبل هالمرات هذه على هجرة درب الابل ثلاث او اربع مرات سيل ومطر طيب والفيضة اللي تشوفون هذه طال عمركم هذه قدام هجرة درب الابل نصو هذه الفيضة ما شاء الله على مد المطر مثل ما تشوفون المطر وين ما شفت وين ما وجهت الشعبان والشغاية والتلاع وهذه كلها منطرة يا ربي لك الحمد
من فضل الله. والديره غرزت والمزرعه اطفحت اي والله. والفياض ملايا رب لك الحمد. والسنه هذه ان شاء الله سنه خير وسنه ربيع وسنه من القط الفقع ان شاء الله بروسه تلاع ان شاء الله باذن الله. عسى الله يتبع له ان شاء الله وعسى الله ينفع به. لا اله الا الله. انا والله اليوم تاريخ 19 نوفمبر 2023 يا ربي لك الحمد. اللي انا شفت المطر حول الهجره على مد النظر ما شاء الله تبارك الله ملايا الفياض.